الاستحمام السباعي بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدة الوزيرة، السيدات، السادة النواب، أتدخل باسم المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالإرهاب، لنسجل في البداية إدانتنا لكل الجرائم الإرهابية التي ترتكب في حق هذا الشعب، وهذه مسألة على كل فيها إجماع وطني ولا تحتاج إلى تأكيد. ونؤكد أيضا أن المجتمع المغربي سليم وقادر على التصدي لكل الممارسات الإرهابية، باعتبار أنه الآن بدأت ترسخ في المجتمع حرية الفكر وحرية التعبير والدفاع عن الحريات بالبلاد. إنما فيما يتعلق بهذا القانون لابد أن نسجل أن هذا القانون حين طرحه من طرف الحكومة في الدورة الاستثنائية كان قد أثار جدلا واسعا بين مختلف مكونات المجتمع، التي أجمعت بالخصوص منها المكونات الحقوقية على رفضه جملة وتفصيلا، لأسباب منها الظرفية التي جاء فيها، ومنها أساسا أن جميع المكونات الحقوقية حتى التي هي قريبة من الحكومة اعتبرت أن هذا القانون فيه تراجع عن الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ولذا أجمعت المكونات الحقوقية على مناهضة هذا القانون، وتشكلت شبكة وطنية لمناهضة هذا القانون وطالبت بسحبه. وأيدنا هذا المطلب، طالبنا بطبيعة الحال بالحوار مع المجتمع، طالبنا بالحوار مع الهيئات الحقوقية، طالبنا بنقاش ما بين نواب الأمة وما بين مختلف المكونات، لكن للأسف طالبنا جوبها بعنف وبرفض غير معقول آنذاك. الآن على كل هناك مشروع جديد، بقدر ما نسجل أن هذا المشروع الجديد فيه بعض القضايا الإيجابية التي نتمنها، من بينها أساسا في مجال التعريف التراجع عن إدراج وإقحام المس بأمن العام وبالنظام العام بأمن الدولة وبسلامتها الداخلية والخارجية، وهذا إيجابي. ونعرف أن هذه التهمة استغلت في الماضي الأسود في الستينات والسبعينات لمناهضة الديمقراطيين الذين كانوا يأمنون في بناء مجتمع ديمقراطي في بلادنا. ثم أن الجوانب الأخرى المتعلقة بإدانة واتهام كل من يشيد أو يشير إلى فعل إرهابي تمت إزالته، هذا إيجابي. ولكن مع ذلك التعديلات التي قدمت في نظرنا لم ترقى حتى إلى مستوى ما طالب به بعض السادة النواب الأساتذة من أحزاب الأغلبية نفسها أثناء جلسات لجنة العدل والتشريع، والذين أكدوا أن هنالك مقتضيات كثيرة تمس بحقوق الإنسان يجب إزالتها، ومع الأسف بقي المشروع بقي ضمن المشروع، وبطبيعة الحال من ضمنها الجوانب المسطرية التي نناهضها. لماذا؟ لأن في نظرنا أن مواجهة الإرهاب تتطلب فعلا أن يكون لدينا قانون، أن يكون لدينا وضوح، ولكن أيضا تتطلب ضمانات المحاكمة العادلة كيفما كان الحال. والحال أن الجوانب المسطرية الموجودة في نظرنا هي استثنائية في المغرب، حتى في البلدان التي عرفت ربما إرهابا أشد من بلدنا كفرنسا وإسبانيا لا تتضمن مقتضياتها القانونية كل هذه الجوانب. ثم أن هنالك الآن كان تحول في حقوق الإنسان عرفه المغرب خلال التسعينات،
بإلغاء ظاهر كل ما نشأناه بالانفراز السياسي العام الذي عرفه المغرب بمجموعة من التحولات في مجال حقوق الإنسان. ولكن للأسف هناك في السنوات الأخيرة لاحظنا هناك تضييق على الصحافة، تضييق على الحريات، على عناصر لا علاقة لها بالإرهاب إطلاقا، وهذا بطبيعة الحال ما يجعلنا نخاف على الحرية، نخاف على حقوق الإنسان، ونقول أن مجابهة الإرهاب هي بتدعيم الديمقراطية، بتدعيم ثقافة حقوق الإنسان، لأن الإرهابيون لا يؤمنون بالحرية، لا يؤمنون بحقوق الإنسان، لا يؤمنون بالحق في الاختلاف، ويجب أن نعطيهم الدليل نحن على أننا ديمقراطيين ونريد بناء بلد ديمقراطي لا مجال فيه للإرهاب. لذلك السيدات الصبا، نحن في اليسار الاشتراكي الموحد سنمتنع عن التصويت فيما يتعلق بهذا القانون. رفضنا للإرهاب هو رفض مطلق، ولكن محاربة الإرهاب في نظرنا يجب أن لا تطال أيضا بعض الجوانب التي نعتبرها مقدسة التي تهم حقوق الإنسان. وشكرا والسلام عليكم.